ما مبرر وجودها في الحقيقة؟ لماذا وجدت النهضة؟ أنت والاستخدام. فالإسلام يمكن أن يكون يمكن ككل إيديولوجيا يمكن أن تستخدم الإسلام لاستغلال الفقراء والضعفاء تهويه كل إيديولوجيا أنت والاستخدام تستخدم الإسلام لاستغلال الفقراء والضعفاء تهويه فأنت أنت والاستخدام أنت أنت والاستخدام فيش قاعدة مخور وتشم يا كبدي ككل إيديولوجيا يمكن أن تستخدم الإسلام لاستغلال الفقراء والضعفاء تهويهم فأنت أنت والاستخدام فكرة تبناها المكتب المحلي التابع لحركة النهضة بمنوبة أمس حين اعتزم تنظيم زواج جماعي في المركب الرياضي بالدندن. هذه المبادرة مكنت 17 عرسان ممن ظروفهم الاجتماعية صعبة من الانتفاع بكل ما يتطلبه حفل الزفاف. تيونش بيه هالشيء هذايا ككل ايديولوجيا يمكن ان تستخدم الاسلام لاستغلال الفقراء والضعفاء تهويهم فانت انت والاستخدام ويلزم العبيد ينصبوا شويه غبره على كتافهم ويفيقوا لهالسيد هذايا فاش قاعد يحكي عنده غباء سياسي مش خطيه السياسة نعم عنده غباء سياسي مش خطيه السياسة نعم نعم نعم